السلام عليكم. اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1701 بأنه تدخل فاضح في الشأن الداخلي للدولة اللبنانية. استغرب ميقاتي هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علما أن ميقاتي أبلغ وزير خارجية إيران ورئيس البرلمان الإيراني خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني، لا سيما أنه يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق. وشدد ميقاتي على أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها للسعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية. ميقاتي طالب من وزير خارجيته عبد الله أبو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث قاليباف وإبلاغ القائم بالأعمال بالموقف اللبناني في هذا الصدد. من جانبه أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم القبول بدويلة حزب الله بعد الحرب، وأن مفهوم الدويلة التي كان يمثلها أداء حزب الله هي التي أوصلت لبنان إلى الوضع القائم حاليا، في إشارة إلى التدخل المرفوض من إيران لفرض وصايتها على لبنان والتدخل في القرار السيادي. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق ولم تقدم على أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، معربا عن رفضه اتهامات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطهران في شؤون بلاده على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لصحيفة لوفيغارو الفرنسية. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات على ضيوفنا. في خطوة هي الأولى من نوعها، ما أهمية رفض ميقاتي إزاء موقفي وتصريح قاليباف لقوله إن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بدلا من لبنان؟ ما مدى اعتبار موقف إيران تدخلا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان؟ وهل أن مفهوم الدويلة التي كان يمثلها أداء حزب الله هي التي أوصلت لبنان إلى الوضع القائم حاليا وبالتالي فسح المجال للتدخل حتى في القرار السيادي؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان لبنان يجاهر برفض الوصاية الإيرانية. سيكون معنا ضيوفا عبر سكايب الأكاديمي والباحث في الشؤون الجيوسياسية الدكتور نزيه الخياط. دكتور نزيه، مرحبا بكم. تحياتي لك أخي الكريم، حياك الله. والصحفي والباحث السياسي الأستاذ أحمد الأيوبي. أستاذ أحمد، مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. وسيكون معنا عبر الهاتف أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية الأستاذ صلاح أبو شريف الأحوازي. أستاذ صلاح، مرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله وأهلا وسهلا وشكرا للاستضافة وتحية طيبة لضيوفكم الأفاضل. حياك الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نبحث في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب لبنان يجاهر برفض الوصاية اللبنانية. بالبداية أحب أن أشكر ضيوفنا الذين خصصوا جزءا من وقتهم للمشاركة معنا، نقدر ذلك عاليا. أبدأ معكم دكتور نزيه. يعني عدوها المراقبون الأولى من نوعها، السيد نجيب ميقاتي يعتبر تصريح محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني تدخلا في الشؤون اللبنانية، وهو بالفعل تدخل واضح في الشأن اللبناني الداخلي. كيف تنظر إلى موقف السيد نجيب ميقاتي من ناحية التوقيت؟ أولا تحياتي لك ولضيوفك الكرام، وتحية إلى شعب العراق العربي الأبي المناضل.
حياك الله أستاذ. لا شك أن هذا الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية هو موقف متقدم، لأن الموضوع لم يكن ساعة صدور بيان أو موقف رئيس مجلس النواب الإيراني، بل بدأت مظاهر محاولة فرض الوصاية، وهو أي وزير الخارجية الذي زار العاصمة اللبنانية بعد اغتيال أمين عام حزب الله، كانت زيارة اتسمت بالوقاحة، لأنه حاول عندما فاتحه الرئيس الميقاطي بموضوع تطبيق القرارات 1701 ومندرجاته، اعترض وأعاد بدعة الشعب والجيش والمقاومة، وأن ما طرحه الرئيس ميقاطي ب من قبل مجلس الأمن، لأن الحكومة اللبنانية لم تبادر هي إلى مبدأ المشاغلة التي اعتمدها حزب الله منذ طوفان الأقصى، كان رده بأن لا يمكن فصل المسارين، وبالتالي المشاغلة لدعم غزة يجب أن تستمر. فعندها توتر الحوار وتوتر، وأتت بعدها هذا الموقف الوقح أيضا من قبل رئيس مجلس النواب الإيراني. ثم يتحفنا ناطق باسم وزارة الخارجية بأن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني ولم تحاول فرض وصايتها، في حين أن أمين عام حزب الله الراحل سيد حسن نصر الله أعلن مرارا وتكرارا أن حزب الله هو أحد هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني، يتلقى أمواله وعتاده وزخيرته ورعايته ودعمه المادي من إيران. فبالتالي إذا لم يكن هذا تدخلا، فبالله عليكم كيف يكون شكل التدخل البريء؟ فهذا موضوع يعني وضع رئيس الحكومة في الزاوية، وكان لابد له من أن ينتفض. وهذه الانتفاضة السياسية لاقت استحسانا لدى الرأي العام اللبناني ولا شك العربي الرافض لكافة أشكال التدخل الإيرانية في منطقتنا العربية. أستاذ أحمد، قاليباف يتحدث عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولكن يعني إيران من أين أتت بهذه الجرأة والصلف السياسي؟ زميلي العزيز، دعنا بالبداية نتوقف عند مصطلح الوصاية الإيرانية. في الواقع مصطلح الوصاية هو مصطلح ملطف ومخفف ودبلوماسي للحقيقة القائمة التي يجب تسميتها الاستعمار الإيراني أو الاحتلال الإيراني. لماذا؟ لأن هناك قوات إيرانية عسكرية وأمنية على الأراضي اللبنانية، وليس فقط تكتفي بنفوذها من خلال حزب الله، فضلا عن وجود الحرس الثوري الإيراني داخل مؤسسات الحزب القيادية وهو المتحكم بها. وبعد قتل واغتيال قيادة حزب الله، عين الحرس الثوري الإيراني ضابطا منه قائدا مؤقتا للحزب، يعني أصبح الحزب بشكل مباشر تحت القيادة الإيرانية وبشكل واضح ومعلن ومن خلال السفارة الإيرانية. لهذا يعني يصبح مصطلح الوصاية مصطلح بالفعل يعني خفيف،
أقل وطأة من أقل وطأة من الاحتلال، أن إنما إذا تأتي على أرض الواقع أستاذ أحمد هو احتلال كما ذكرت. طبعاً طبعاً، لكن مع ذلك يحسب للرئيس ميقاتي أنه يعني أطلق هذا الاعتراض على ما اسمه الوصاية الإيرانية، لأن هذه أول مرة ينطق رئيس وزراء لبناني أو مسؤول لبناني بهذا الاعتراض الواضح والجريء على السياسات الإيرانية. من أين تأتي إيران بهذه الوقاحة والجرأة؟ تأتي من أنها اعتادت على أن يكون الواقع السياسي اللبناني هشاً وتستطيع إخضاعه سواء بالاغتيالات، سواء بالإرهاب، أو سواء بالاستدراج إلى الشراكة في مغالب السلطة والفساد كما فعلت مع التيار الوطني الحر خلال الفترة الماضية ومع آخرين من خلال الصفقة الرئاسية التي جاءت بميشيل عون رئيساً للجمهورية وشارك فيها تيار المستقبل وسعد الحريري وغيرهم. لذلك الآن الواقع مختلف، ولهذا السبب عندما طرح الرئيس ميقاتي ووليد جنبلاط ونبيه بري فكرة انتخابات رئاسية وتطبيق القرار 1701، جاء الوزير عباس عرقجي إلى بيروت وأعلن بشكل واضح استمرار المعركة ورفض وقف إطلاق النار وربط الجبهة بغزة من جهة، ومن جهة أخرى أعلن تعطيل الانتخابات الرئاسية ورفض أي مسعى لملء الشغور الرئاسي في لبنان، وهذا أمر يعني بالفعل خطير. من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن إيران ملزمة بموجب بنود القرار 1559 الذي ينص على منع الدول من دعم الميليشيات، ملزمة بوقف دعمها العسكري والاستراتيجي لحزب الله في إطار تطبيق القرارات الدولية طبعا التي تضربها عرض الحائط كما يضربها العدو الإسرائيلي تماما. طيب أستاذ صلاح، ميقاتي وصف يعني تصريح قاليباف بأن إيران تريد تكريس الوصاية المباشرة على لبنان، السيد أحمد وصفها وقال مصطلح الوصاية هو أقل وطأة، ولكن الحقيقة الواقعة أن إيران احتلت لبنان أو بالأحرى جنوب لبنان. وأيضا قال ميقاتي أن إيران لا تريد تفهم الوضع اللبناني القائم حاليا. أنت أحوازي، هل كانت غاية إيران مساعدة الشعب اللبناني ولكنها يعني فهمت بالخطأ أستاذ صلاح؟ مجددا تحية طيبة لحضرتك، اسمح لي أتفق مع ضيفك الكريم من لبنان أنه إيران يحتل لبنان مباشرة عسكريا وسياسيا، وأسقط سيادة الدولة اللبنانية يعني منذ سنين طويلة، لربما منذ يعني أن اغتال الشهيد رفيق الحريري أصبح لبنان فاقد للسيادة وفاقد للقرار الوطني رغم كل ما حاولت القوى الوطنية اللبنانية بمختلف اتجاهاتها السياسية والطائفية أن تعود بلبنان إلى حاضنته العربية وإلى مكانته الدولية، إلا أن القرار الإيراني هو كان القرار السيادي الأول والأخير لكل يعني حراك لبنان ومواقفه الإقليمية والدولية، بما في ذلك تدخل حزب الله في شؤون داخلية لدول عربية أخرى، والكل يعرف هذا. كيف تمكنت إيران من يعني احتلال عواصم عربية مختلفة عبر قوات وتدريب حزب الله ب يعني وسائل وطرق وأساليب مختلفة؟ هذا لا يخفيه أساسا، والعسكريين الإيرانيين وقادتهم التابعين للحرس الإيراني هم يتباهون أن بغداد عاصمتهم والبحر الأبيض المتوسط بفضل يعني قواتهم العسكرية، سواء كان حسن نصر الله، حزب الله، وأيضا ميليشياتهم الفاطميون والزينبيون وغيرهم من الميليشيات أصبحوا يسيطرون ويعني يمارسون سيادتهم بالبحر الأبيض المتوسط. هم الآن أيضا يعني عندما يطرحون خريطتهم السياسية لا يكتفون بخريطة جغرافية إيران السياسية، بل يقولون أن حدودنا هي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وحتى أخيرا يعني وهذا نزعة عنصرية توسعية تمكن النظام الإيراني
المعروف بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تمرير هذه السياسات بوسائل مختلفة، بشعارات مختلفة، تحت غطاء فلسطين، تحت غطاء مظلومية الشيعة، أن يصل إلى أهدافه التوسعية في العواصم العربية. لبنان دولة محتلة، وأعتقد ما قاله يعني دولة رئيس الوزراء ميقاتي كان عين الصواب ويمثل الحد الأدنى من الموقف اللبناني تجاه إيران. إيران يجب أن تخرج من لبنان كما قالها يعني الكثير من أساس اللبنانيين، لبنان أي بيروت حرة حرة وإيران تطلع برا، هذا شعار الوطنيين اللبنانيين وهو شعار أهلنا في العراق وأهلنا في سوريا وأهلنا في كل الأراضي العربية المحتلة. دكتور نزيه، وزير الخارجية اللبناني السيد عبد الله أبو حبيب استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث قاليباف، لكن هناك من اعتبر أن هذا الإجراء ضعيفا من قبل السيد ميقاتي. سيدي الكريم، يعني أولا نحن ندرك تماما هشاشة الدور وسلطة المؤسسات الرسمية اللبنانية وخاصة بالنسبة لرئاسة الحكومة. فأيضا يجب أن قد يكون هناك أسباب تخفيفية لهذا الإجراء. هذا هو الحد على المستوى الدبلوماسي الذي كان بالإمكان إجراءه، وانتهى الموضوع عند الاستدعاء. لكن المحور الأساسي من الموضوع هو موقف الواضح لرئيس الحكومة الذي أعلنه وكرره ويكرره مرارا وتكرارا. فهذا لا شك أعطى قوة دفع لبداية بلورة وتشكل موقف وطني مستقل بخطواته الأولى. يعني نحن أمام إعادة تشكل المنظومة السياسية، ولكن هذه المنظومة السياسية اللبنانية يجب أن تعيد تقييم التجربة السابقة لمرحلة ما قبل أمين عام حزب الله وما بعد وقف إطلاق النار في لبنان. كيف يمكن إعادة تظهير استقلالية القرار الوطني اللبناني بمشاركة جميع الأطياف ومكونات الاجتماع اللبناني؟ هذه مسألة تقع على عاتق أولا النخب السياسية اللبنانية والنخب الأكاديمية اللبنانية، ثم على حزب الله أن يحدد خياره النهائي، لأنه لا يمكن أن يصادر قرار طائفة قد يكون ممثلا حقيقيا لها، نحن لا ننكر، ولكنه لا يمثل جميع أبناء الطائفة، فخاصة بعد هذه الأحداث التي ستترك جرحا، هذه الحرب المدمرة التي ستترك جرحا ونزفا طويلا وكبيرا في بنية الاجتماع الشيعي بعد تدمير القرى وفق النموذج الغزاوي الذي يقوم به العدو الصهيوني. المعركة بتقديري ما زالت في بداياتها، لن يتراجع تتراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي والعدو الصهيوني عن تدمير، مستفيدا من الموقف الإيراني الضاغط والذي يتكلم الآن ويتحدث باسم حزب الله الرافض لوقف إطلاق النار، ودون أن يأخذ بالاعتبار أن البيئة والحاضنة الاجتماعية أصبحت مشتتة في الجغرافيا اللبنانية وفي الجغرافيا السورية وفي الجغرافيا العراقية بنسبة معينة. فنحن أمام مشهد مأساوي، لا يمكن التعامل بالموضوع بملف استقلالية القرار الوطني بخفة، لابد من أن يعاد إرساءه وتثبيته بالتعاطي سواء مع إيران
أم مع حلفاء إيران أم مع باقي الدول المنطقة، لأن نهدف إلى بناء الدولة الوطنية ردا على ما حصل وقامت به إيران في تدمير الدول الوطنية في اليمن وفي العراق طيب وفي دكتور. سوريا وفي لبنان. نعم أستاذ أحمد، يعني لنتبنى قليلا الموقف الإيراني، يعني ربما قصدت إيران في موضوع التفاوض بشكل خاص أن تكون بديلا لحزب الله وليس بديلا للبنان ككل كدولة وشعب دولة الموجودة في بيروت. هل نفهم من هذا التصريح لو تعكزنا عليه أن الضاحية الجنوبية لبيروت أصبحت مقاطعة تابعة لإيران؟ يعني إيران أخذت الدولة بما فيها مع وصول ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية وتغلغل حزب الله في مؤسسات الدولة وبالوزارات. يعني اليوم مثلا خرج علينا النائب إبراهيم الموسوي، هذا النائب المنتمي إلى كتلة حزب الله، خاطر بحياته وتحرك وصولا إلى مجلس النواب ليعقد مؤتمرا صحفيا يوجه فيه كل أنواع الإرهاب والتخويف إلى الإعلاميين وإلى وسائل الإعلام كي تكف عن الاعتراض عن على سياسة حزب الله التي دمرت لبنان وأتت بالخراب إلى لبنان، وهو يريد استخدام مؤسسات الدولة اللبنانية من وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني للإعلام إلى وسائل الترهيب الخاصة التي يستعملها الحزب ضد وسائل الإعلام لإخراج كل من يعارض هذا الحزب. هذه الممارسات التي تجري اليوم يصر عليها الحزب، يستغل الإعلاميين لينظم مسؤوله الإعلامي محمد عفيف جولة في مركز الساحل الذي أعلن عن أنه يحتوي أموال للحزب، يستغل ذلك ويجري تهريب شاحنتين من قرب هذا المركز لا أحد يعلم ماذا تحتويان في ظل وجود الإعلاميين، الاستخدام السيء لوجود المسؤولين ولتهريب الأموال في الشقق المدنية كما حصل في شقة الباشورة التي وصفت وقيل إنها تحتوي كمية كبيرة من الأموال. هذا هذه الممارسات التي يقوم بها حزب الله الآن هي ممارسات تؤدي إلى المزيد من الشقاء للشعب اللبناني، تؤدي إلى المزيد من الشقاق داخل الصف اللبناني، لأنه مش مقبول يجي مسؤول من حزب الله حامل كميات من الأموال إلى بلدة أيطو في صغرتة في أقصى الشمال اللبناني يوزع الأموال من هناك ويتسبب بمجزرة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي حصلت كما هو معلوم. لذلك الآن الإيراني يعني يتصرف على أنه هو المتحكم، والأخطر من ذلك أنه يعتبر أن كل بلد سقط له فيها قتلى تصبح ملكية خاصة فيه، كما يعتبر سوريا وكما يعتبر العراق. ونحن نسأل من الذي أصلا طلب منكم أن تسقطوا هنا أو أن تقاتلوا هناك؟ يعني هذه السياسة. والمضحك ما قاله هذا البقائي عندما قال إن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني، عن يعني بالفعل هؤلاء منفصلون عن الواقع، هؤلاء كاريكاتيريون إلى حد كبير جدا جدا، هزليون إلى حد كبير جدا جدا، ومع الأسف هذا الهزل يأتي على حساب دماء الشعب اللبناني. طيب أستاذ صلاح، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد إسماعيل بقائي قال بالحرف الواحد، قال إن إيران لم تكن لديها النية على الإطلاق، وأيضا هي لم تقدم على أي خطوة يمكن أن تثير شبهة التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. إذا ما اعتمدنا على هذا التصريح، إيران لا تريد التدخل. يعني سياسة إيران كانت دائما تفعل شيئا وتتباكى وتقول شيئا آخر، هي يعني تقتل الشعب اللبناني بيد اللبنانيين، وحسن نصر الله يعترف تماما أنه حزب إيراني على العلن ويمارس كل ما يجب أن يمارسه لهيمنة إيران على لبنان، ويعلن أنه يستلم المال والسلاح والتدريب، وهذا ومن ثم يعني إيران نفسها تعترف وتقول عندما تريد أن تهدد اللبنانيين أو تهدد دول الجوار أو تهدد يعني الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الغربية، تهددهم بماذا؟ بمن؟
تهددهم بحزب الله وتهددهم بميليشياتها وأضرحها في الإقليم. ماذا يقول إيران؟ يقول ويتحدث حسب ظروفه، عندما هناك تتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على الحكم في إيران وعلى النظام الإيراني، ويعني تزداد كل يعني الممارسات الموجهة ضد هذا النظام التوسعي، يخرج أي من مسؤولهم ويعني ينفي كل تدخلاتهم ويعني ما قاموا به حتى الآن من جرائم بالإقليم، وتبرأ من الحوثيين وتبرأ من الميليشيات العراقية وتبرأ من حزب الله وتبرأ قبل ذلك من حماس من 7 أكتوبر ويتبرأ، ولكن الكل يعرف أن السياسات الإيرانية واضحة وأعمال إيران واضحة، وما تقوم به إيران من تدريب وتسليح وتمويل للميليشيات ليس بصنع اليوم أو يوم أو أمس، وليس بزمن هذا المتحدث باسم الخارجية أو الحكومة الإيرانية، هو مشهود للعيان، الشعب اللبناني يدرك ذلك تماما. في العراق الشقيق عملوا نفس الجرائم، وأيضا ارتكبوا الجرائم بحق الشعب اليمني و السوري، ناهيك عن ما ارتكبوا من جرائم داخل جغرافيا إيران السياسية. هذا النظام اللي يعني يتعامل بالتقية والنفاق السياسي أصبح معروفا ومكشوفا للجميع. دكتور نزيه، بعد تصريحه قاليباف عن أن إيران يمكن أن تتفاوض مع فرنسا بدلا من لبنان، عاد بكل عذر لللفظ، عاد بكل قباحة، يقول قاليباف يقول إن خامنئي هو الركيزة الأساسية للبنانيين. بحسب مفهومي البسيط المتواضع، وأرجو أن تصحح لي، أن إيران لن تتخلى نهائيا عن جنوب لبنان. كيف يمكن الإفلات من القبضة الإيرانية دكتور؟ يعني هذا التصريح هو يعبر عن حقيقة الوعي السياسي واللاوعي صناع القرار الإيرانيين. فهم ينظرون إلى لبنان كساحة، وقد يكون وعن جهل لا يدركون طبيعة التوازنات الداخلية اللبنانية. فإذا اعتقدوا بأن موضوع الجنوب إذا استمروا بالهيمنة عليه يستطيعون أن يحدث انقلابا في التركيبة اللبنانية، فهم واهمون. واليوم يعني يبشروننا بأنهم مستمرون في دعم غزة، وهم عطلوا ومارسوا ضغوط على المقاومة على حماس لكي تتوقف عن تنفيذ مندرجات الاجتماع التوافقي الذي عقد مع السلطة الفلسطينية بعودتهم إلى بدخولهم وانضمامهم إلى أطر منظمة التحرير. فقالوا لهم أن منظمة التحرير صحيح أنها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ولكنها ليست ممثلا شرعيا وحيدا، علما أن هذا التوصيف هو توصيف أممي دولي وعربي. فبالتالي يعني أينما وجدت يد إيران هو يد تخريبية تقسيمية، العبث بالنسيج الاجتماعي لمجتمعنا العربي بكل مكوناته، وبالتالي هم لا يتحمل. أستاذي الكريم، الدولة العميقة في إيران بعد إعلان وقف إطلاق النار، الحرب العراقية الإيرانية، اتخذ قرار في هذه الدولة العميقة بتدمير المشرق العربي تحت عنوان أنه لا يجب أن تتكرر تجربة صدام حسين في الهجوم على إيران. طيب، فهذا القرار مأخوذ بعمق بنية بعمق الدولة، وبالتالي إن الإيراني اليوم في مأزق حقيقي، لأنه بين واقع الحال وبين استراتيجيته التي أرادت تحويل المشرق العربي إلى ساحة للتصارع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل فقط، ليس التزاما بهم بالنسبة للقضية الفلسطينية. وأنا هنا أجب أن أميز بين موقف إيران
بالنسبة للقضية الفلسطينية، وموقفنا كمجتمع عربي ملتزم بالقضية. إيران تستثمر القضية الفلسطينية كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ولانتزاع الاعتراف منها ومن إسرائيل بأنها أحد مرتكزات الدولة الإقليمية ومدى حيوي لها في هذا المشرق العربي. في حين نحن ننظر إلى القضية الفلسطينية قضية وجدانية تاريخية جغرافية ثقافية فكرية خلافا للموقف الإيراني. فبالتالي نحن عندما نقول لابد من حصول وقف إطلاق النار لأننا حريصون على مجتمعنا وعلى شعبنا في غزة والمأساة الاجتماعية والصحية والإغاثية التي يتعرض لها، عندما نقول بأن لبنان عليه أن يضغط باتجاه وقف إطلاق النار لأننا حريصون على أبناء الجنوب من التهجير، من الإذلال، من التشتت، من التبعثر. طيب أستاذ أحمد، جامعة الدول العربية على لسان الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط رفضت الجامعة تصريحات إيران بحق لبنان ويقول لا محل لفرض الوصاية. في هذا التصريح هل المطلوب الآن تحرك عربي فعال وحقيقي تجاه لبنان في هذا الظرف العصيب؟ يعني مع الأسف يعني أخطر وأخبث ما فعلته إيران بارتكابها الجرائم الواسعة في العالم العربي في سوريا والعراق واليمن ولبنان وغير ذلك، أن شرائح واسعة وكبيرة جدا في العالم العربي والإسلامي أصبحت أن تعتبر أن خطرها أكبر من خطر العدو الصهيوني على الأمة. وهذا يعني هذه مقاربة أصبحت سائدة. لهذا السبب لا نرى تعاطفا مع حزب الله في المواجهة التي يقوم بها الآن، لا في لبنان ولا في العالم العربي ولا على مستوى العالم، بخلاف ما حصل من تعاطف واسع وكبير جدا مع فلسطين ومع قطاع غزة. لهذا السبب يعني الموقف العربي إجمالا هو موقف بارد تجاه الوضع في لبنان، لكن تحرك عمليات الإغاثة وإرسال يعني الدول العربية المساعدات يعني بشكل طارئ وجسر جوي لإغاثة الشعب اللبناني هو بداية التحرك نحو يعني إحداث توازن مقابل الضغط الإيراني على لبنان. ولا بد لهذا الدور العربي أن يكبر أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة لإزاحة هذا الاستعمار الإيراني عن صدر لبنان. هناك مسألة يعني أود أن أطرحها هنا، وهي أنني أسأل كل الذين يطرحون شعار الوحدة الإسلامية السنية الشيعية، ماذا قدمت إيران؟ ماذا قدمت إيران فعلياً على مذبح الوحدة الإسلامية الشيعية السنية؟ هل يا ترى تنازل حزب الله لشركائه في الوطن سنة أو مسيحيين أو غير ذلك، وسهل انتخاب رئيس الجمهورية وأوقف تعطيل البلد؟ أبدا. هل أوقف استيطانه الخطير في سوريا وأعاد أهالي القصير والقلمون وحمص وغيرها إلى أراضيهم التي يوطن فيها الشيعة من باكستان وأفغانستان وغيرها من دول العالم؟ هل رفع الحوثيون المجرمون الحصار عن مدينة التعز التي يفعلون بها ما لا يفعل الصهاينة في غزة؟ هل مقبول أن تبقى إيران تضحك علينا بشعار الوحدة الإسلامية وعملاؤها وأدواتها يحاصرون مدينة تعز السنية التي تعتبر معقل الإخوان في الإخوان المسلمين في اليمن ويحاصرونها حصار قتل وتجويع وتدمير؟ أين هي الوحدة الإسلامية؟ أعتقد بأنه عار شديد على كل من ينتمي إلى تيار إسلامي اليوم أن يذهب إلى التطبيع مع إيران تحت عنوان الوحدة في مواجهة العدو الإسرائيلي وهو يسكت ويرضى على هذه الجرائم المستمرة من قبل إيران في عالمنا العربي. أين تكمن هذه الوحدة وكل هذه الارتكابات تحصل في ظل
المواجهة والعدوان مع وعدوان العدو الإسرائيلي علينا؟ هذا السؤال يجب أن ينخر ضمائر هؤلاء المتمسحين الذين يذهبون في الدعاية الإيرانية عبر وسائل التواصل، سواء كانوا شيوخا أو غير شيوخ. هؤلاء أصبحوا الآن مصدر داء في الصف العربي والإسلامي بكل صراحة، وعيب عليهم أن يستمروا في ذلك. يعني أحول ما تفضل به أستاذ أحمد إلى الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، الأحوازيون هم يعني إخوتنا من المذهب الشيعي، هل أن إيران وجمهورية ولي الفقيه سواء كان من عهد الخميني إلى عهد خامنئي، هل تريد من وراء مساندة حزب الله يعني أن تعضد من الطائفة الشيعية، خاصة أن الأحوازيين هم إخوتنا الشيعة وتحملوا الأمرين من نظام ولي الفقيه؟ تفضل أستاذ صلاح. شكرا جزيلا. طبعا سؤال جد مهم، يعني وللأسف كنا نتمنى أنه الأشقاء العرب منذ عشرات السنين يسمعوا لإخوانهم الأحوازيين لكشف نفاق وباطنية العدو الإيراني اللي هو أخطر بكثير من إسرائيل وجرائم إسرائيل. الكل يعرف، من اليوم أنا أتحدث معك وهناك قائمة إعدامات منهم من اسمه حسن والحسين والقاسم ويعني جاسم، وكل هؤلاء يعدمون على يد النظام الإيراني الإرهابي فقط لأنهم عرب، فقط لأنه يعارضون السياسات الإيرانية. عندما نعود لجرائم إيران ضد الشيعة عموما، سواء في الأحواز المحتلة أو جنوب العراق أو في لبنان حتى أو في أي مكان كانوا الشيعة لم يطيعوا إيران، سنجد كيف يتعامل هذا النظام الإرهابي بعنصرية. إيران استغل الشيعة لتمرير سياساته في الإقليم وفي المنطقة. لماذا يقف إيران إلى جانب أرمينيا ضد جمهورية أذربيجان الشيعية إذا كانوا هم شيعة؟ من المؤكد النظام الإيراني ليس بالشيعي، والنظام الإيراني ليس بالإسلامي. النظام الإيراني نظام حاقد عنصري على كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم، ولا يهمه شيعة أو سنة أو مسيحي أو درزي أو يعني إيران لها مشروعها التوسع الإرهابي، لكن هذا المشروع لا يمكن له أن يقوم باحتلال عسكري مباشر كما أرادوا به يعني بعد انتصار الشعوب عام 1979 النظام الملك السابق. نعم. الفرس أرادوا احتلال العراق، لكن يعني بما أنه العراق كانت دولة وطنية لا شيعية لا سنية لا مسيحية، كانت عربية تحترم كل الأديان وتحترم الشرائع والطوائف، وقف وقفة رجل واحد في مواجهة إيران، وهذا ما عرفه النظام الإيراني. لذلك اخترغ الشعوب عبر الطائفية وعبر المظلومية والتباكي على فلسطين والقضية الفلسطينية، وطريق القدس يمر من كربلاء ومن ثم من تدمير العواصم العربية. هذا ما فعله إيران، وإيران معروف بقدره وسياسته الباطنية، ليس بالجديد على العرب وليس بالجديد على المسلمين، لكن للأسف الشديد تم تجهيل البعض وتم تجهيل وإخفال الكثير من أبناء شعوبنا الذين رفعوا سلاح ضد أبناء جلدتهم في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ولا زال البعض يعني متجهل ومقفل كما تفضل ضيفك. لا. ولا زال يتبع الشعارات الباطنية الإيرانية التي تدعي الوحدة بين الشيعة والسنة. من قتل أبناء سوريا؟ نعم. عشرات الآلاف ومن مئات الآلاف من النساء والأطفال الآن مهجرين ولم يعودوا لديارهم. من فعل بهم هذا؟ من فعل يعني هذا الحصار اللي تفضل به ضيفكم غير الحوثيين الإرهابيين الذين تدربوا على يد الميليشيات، تدربوا على يد النظام الإيراني، وتدربوا أين؟ في الأحواز للأسف الشديد دربوهم، ومن ثم نقلوهم إلى قوم ليغسلوا يعني أدمغتهم. هؤلاء المجرمون ليس بالشيعة وليس بالسنة بقدر ما هم يعني غزاة محتلون لعواصمنا ولأراضينا، ولكن للأسف الشديد بيادي عربية ولكن بعقول فارسية وبسياسات باطنية معروفة للجميع. دكتور نزيه، كما تعرفون أن الولايات المتحدة يعني أوفدت مبعوثة إلى بيروت أموس هوكشتاين، ولكن هل يمكن في هذا الظرف الذي يمر به لبنان، هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستنجح في تحييد وعزل إيران عن القرار السياسي والتدخل القبيح بشأن اللبناني؟ يعني المبعوث الأمريكي أستاذي الكريم، نعم، أتى ليبلغ المسؤولين في لبنان
بالشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. وحتى الآن الولايات المتحدة شريكة بكل الإجراءات والخطوات العسكرية الميدانية والسياسية لنتنياهو، وهناك استغلال غير مسبوق من قبل الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو لاستثمار الوقت الضائع خلال مرحلة الانتخابات الأمريكية، بحيث أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحتاجوا إلى أصوات الموزعة بينهما من قبل اللوبي اليهودي أو الصهيوني. فبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة باستطاعتها لجم، أولا لجم إسرائيل، هي تحاول أن تضغط بحدود معينة، ولكن القرار الآن وصلني نبأ من إعلامي أن جالنت ينصح الشعب اللبناني بأن يخزن المواد الغذائية والطبية اللازمة، لأن الحرب على حزب الله ستستمر وسترتفع تدريجيا ولن تتوقف إلا بعد القضاء على حزب الله نهائيا، ولو أخذت مدة سنة أو أكثر. والحصار البري والبحري والجوي على لبنان قادم، وهو مسألة وقت. فإذا أمام هذا الموقف المتعنت لجالان، هذا يبين أن الفخ الذي أنا أعتبر أن إيران وقعت في فخ نصبه له العدو الصهيوني، لأنهم كل أدبياتهم السياسية وكل تعبئة وشعاراتهم الفارغة الشعبوية سقطت، لأنهم أولا هم راهنوا أن العدو الإسرائيلي لا يتحمل قتال لفترة طويلة، فإذا به يبشرنا بمعركة بحرب تمتد سنة وسنتين وسنة أخرى، ثم راهنوا بأنه لا يستطيع أن يحارب على عدة ساحات، فإذا بالعدو الصهيوني طبق وحدة الساحات في قتاله على مستوى جبهات عديدة، ثم قال بأن إيران قالت وجماعة الممانعة بأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل الضحايا، فإذا في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية في غزة أسقطت أكثر من 10,000 قتيل وجريح صهيوني وأكثر من 25,000 معوق، ونزوح من شمال من الجليل الأعلى باتجاه الوسط والجنوب، واستمرت لا بل أن كل القرارات التي كان تراهن عليها إيران وأدبيات المقاومة سقطت، وها هي الآن كما وردنا اليوم الآن أنه مستعد للحرب سنة كاملة لهذا، لأن إسرائيل استغلت هذه اللحظة التاريخية لتطبيق، وإذا تمكنت من النجاح تطبيق ما تم تنفيذه إقراره في الكنيست سنة 78، ألا وهو إعلان وتطبيق دولة يهودية إسرائيل، أي أن تكون صافية، أي أن الخطر حقيقي اليوم بإحداث دياسبورا وشتات جديد للفلسطينيين، ولكن هذا كله يكون مرهون بالموقف العربي خاصة المصري والأردني التي تسعى إيران إلى زعزعته من خلال الحصار المفروض على يد الحوثيين لمرور عبور السفن. فعبور إطلاق الصواريخ وقصف السفن الهدف منه هو الموقف المصري، لأنها كانت هي المبادرة لاستيعاب طيب حماس دكتور. نعم. وإجراء وقف إطلاق النار. الوقت أدركنا. أستاذ أحمد بدقيقتين لو تفضلتم، كيف يمكن النظر إلى مستقبل لبنان؟ هل هناك بوادر أمل حقيقية للنهوض من كبوته وبالتالي الابتعاد عن مصادرة قراره السياسي الذي امتد لسنوات طويلة؟ بدقيقتين لو تفضلتم. يعني دعني أقول أن شعار حزب الله الذي رفعه بأنه يستطيع أن يقيم التوازن الردع أو الرعب قد سقط، شعار قوة حزب الله سقط،
فكرة حماية حزب الله للبنان واللبنانيين سقطت لأنه عجز عن حماية نفسه وفقد وحتى عن حماية مناطق سيطرته. دعني أكشف لك مسألتين مهمتين في هذا السياق. أولا، قريبا وخلال يعني يومين أو ثلاثة مع الأسف سيتم وضع المصارف اللبنانية على اللائحة الرمادية، وهذا إجراء خطير جدا ستكون له تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي والوضع المالي في لبنان، وهذا نتاج الشراكة بين سلاح حزب الله غير الشرعي وبين الفساد اللبناني الذي تمثل في طغمة السلطة التي أوصلت ميشيل عون إلى السلطة. هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة جدا. المسألة الثانية هي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى إنذارا غربيا بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية، والقصف الذي يجري على المناطق المحسوبة على الرئيس نبيه بري من صور والوزاعي والجناح وغيرها هو مؤشر إلى سخونة العلاقة بين الطرفين. نبيه بري تحول إلى حزب الله في السلطة اللبنانية اليوم، ولذلك أقول بخلاصة الأفق مع الأسف مسدود، المواجهة مفتوحة، وما يجب أن يفعله اللبنانيون والعرب اليوم هو الاصطفاف جبهة مواجهة لعدوان إيران علينا ولعدوان العدو الصهيوني علينا أيضا. أستاذ صلاح، بدقيقة ونصف، هل تعتقد أن إيران تخلت عن السيد حسن نصر الله وهي الآن بفعل الذي يجري في لبنان هي الآن تتخلى عن حزب الله ككل؟ تعتقد ذلك؟ بدقيقة ونصف لو تفضلتم. على الإطلاق إيران لن تتخلى عن حسن نصر الله ولن تتخلى عن ميليشياتها وأضرحها، يعني عدت لهم كل العدة منذ 4 عقود ومولتهم ودعمتهم وبنت كل هذا لهم لأجل هدف واضح إيراني، توسع وهيمنة وسيطرة على شعوب المنطقة وإعادة إمبراطورية فارس بأشكال وأسماء مختلفة. أما لبنان أنا أعتقد أنه سيعود يعني بشرط واحد، أنه تتخلص المنطقة والدول العربية عن إيران وليس عن ميليشياتها. إيران يعني غادرة أن تعيد كل هذه الميليشيات مرة ثانية كما عادت، يعني الكل يتذكر كان المجلس الأعلى وفيلق بدري يقاتلون العراقيين لفترة 8 أعوام، ولكن عندما جاءوا على الدبابات الأمريكية بعد ذلك أصبحوا بالسلطة. بعدها إيران شكلت النجباء والعصائب وغيرها وغيرها بعد أن ما أصبحت السيادة بدأ. لذلك علينا أن ندرك تماما المشروع الإيراني مستمر ولا ينتهي بنهاية يعني حزب الله، ويمكن لها أن تعود بحزب الله جديد وبأسماء مختلفة. لذلك الخلاص والتخلص من إيران رأس الشر والإرهاب هو من يعيد المنطقة برمتها وليس لبنان وحده إلى الأمن والاستقرار والعودة وسيادة الدولة وسيادة الشعوب. تحياتي شخصك. مشاهدينا الكرام، يعني ناقشنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب، لبنان يجاهر برفض الوصاية الإيرانية. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأكاديمي والباحث في الشؤون الجيوسياسية الدكتور نزيه الخياط. دكتور نزيه، شكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذ. والصحفي والباحث السياسي الأستاذ أحمد الأيوبي. أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. والأمين العام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية الأستاذ صلاح أبو شريف الأحوازي. أستاذ صلاح، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أستاذ. حياك الله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.